يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أهل الإيمان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هل في هذا رد على كبار الصوفية الذين يقولون نعبد الله حبا لا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره؟ ما في شك إن هذا ضلال، أنهم يقولون ما نعبد الله خوفا لجنته ولا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، هذا خلاف دين الأنبياء. الأنبياء يدعون ربهم رغبا ورهبا كما قال الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيعبد الله للمحبة وللخوف وللرجاء، ما يعبد. ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج الوعيدية، ومن عبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف فهذا من المرجئة الضلال، ومن عبد الله بالحب فقط فهذا صوفي، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهذا هو المؤمن. نعم، وهذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.